الجلسة. اليوم أيها الشعب راح نتفرجوا في المحكمة السطحية على أكبر محاكمة في تاريخ الجزائر. تعرفوا علاها؟ علاها على خاطر في الفلام وما لعبتش، على خاطر حكمنا الخليفة اللي كان هارف الإنجليز، راح الإنجليز وجبناه. تعرفوا علاها؟ علاها خاطر احنا قويين. خليفة اتفضل. الخليفة تارك متهوم عندك اتهامات كثيرة. أولا اختلست أموال الشعب الفقير، ثانيا انت حتى الوزراء كانوا يحبوك وكان يجروا باش يعرفوك، حتى العربي بالخير جنرال الله يرحمه وكان يجري موراك، حتى مولسطح وكان صاحبك. واش تقول؟ أبي هذا الشيطان سي القاضي كيف مولسطح؟ أنا مولسطح تلفزيون ما نشوفه، أنا ما درت والو، أنا خويا تسلسلة صار ما درت والو. الغراق الغراق آه قد هنا طوله هذا؟ أعطيه 180 ولا نقول لك أعطيه 190. هذا كيف السلسلة بروح عليه خوذها ما درتش 190 ألف اللي داعن بيجو اللي ضربني بها قال لي بلاكيور هذه النحاس مشلل. واه واه غزا فيك يا الحقار، هذا خاين، هذا دلي سلسلتي سيد الرايس. أنا والله أنا كنت نضرب بالجيب، أنا ما خوذ لها سلسلتها. واه هذا هو مخلوب الأخوة اللي سلسلتي. واه اسكتي قال له واه ما زيدش قولي واه، تعرفي علاه؟ علاه واحد ما يقول واه في العدالة. بصح هذا ماهوش واسمو مخلوف، هذا عبد المؤمن الخليفة. يا ودي أنا مخلوف يتقلب لي اسمي بالسيف، أنا هو مخلوف ضرب الجيب. صار ماكش خليفة؟ لا غراق قد هنا طولو الغراق عطيه 90 بصح وخاطيه. هيا بصحتك براءة تربح. الله يبارك الله يحفظك. شوالا شوالا يا خواني وتزيد تعطي له براءة؟ ما يكونش قلبك قاسح سمحي لي. خواني شفت خواني قدام عينيك شفت؟ اسكتي اسكتي ادو جدها للحبس مؤبد، تعرفي علاه؟ وعلاه؟ هك بعد واحد ما يهضر في العدالة تربحي. وكيلكم ربي سارة روحوا القضية تعلموا بالخليفة، هذا الخطرة ما نغلطوش. خليفة تفضل. سرك هنا يا سراق، انت راك متهوب اللي عندك ديت الصورد كبار، وكذلك كنت تدير حفلات في كان وكنت تعرض لي شون تورستينغ وكل تعرضهم، بصح انا ما عرفتنيش يا بعد. وكان قالوا باللي ديت 1.5 مليار تاع الدولار، اي ولا ها؟ والله سيد رنجيش احقر ب 200 مليار تاع الشراس الخطوب خطرة زيدتو. راني نضرب بورسي هاي لك طعام تصاحك. هذه تعتبر شويه بعد، هاتها معليش. انت عندك اتهامات اخرى، اما يقولوا بلي هذه واعره هذه كديت صورد وكذلك كليت الكافيار. سالت اقول لك حاجه غاضي الحال عليك، تعرف علاها؟ خاطر تاكل الكافيار وانا ما ناكلش. جاوب. والله ما كليت الكافيار سيدي، شويه كفرت في الشونتيي ما كان لي بارديوني والو، كان لاصق الكارلور مولود المانف وسعد البلاطري هذا ما كان كليش شويه كازوت. اسكت اخويا الغراق الغراق قد هنا طولو؟ اعطيها 290. علاه وليدي هذا علاه 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 تعطيه 290؟ واش دار يا خيك لا رمضان وزيد في دار باباه، انتوما اللي صدمتوا عليه وزيد رزقي مازال ما يعرفش باللي صوم. ولك لا رمضان كليت رمضان تا كليت رمضان. واسمك تا في القاسم خليفة. صار ماكش مؤمن خليفة؟ انا كان جيت مؤمن ما ناكلش رمضان اجوج. في هذه عندك الحق تعرف علاها؟ علاه خاطر كان جيت مؤمن ما تاكلش. هيا تربع عدالة براءة. اسكتي اسكتي ادو جدها للحبس مؤبد، تعرفي علاه؟ علاه واحد ما يزغرت في المحكمة تربحي. والان نروحوا لقضية الخليفة، هذا الخطرة ان شاء الله ما نغلطوش. خليفة ادخل. واسيدي الجيج اسكت ساكت، انت راك عندك اتهامات كبيرة، متهوم باللي الدراهم تاع الزوالية اللي حطوهم في البلاك تاوعك ديتهم كل ورحت الخارج، ومتهوم كذلك باللي عندك فريق تاع البالو اللي هي في الخارج. على ما تفتحش فريق هنا اخويا اهضر. وعلاها رب العالم جرجريني مدخليني مخرجيني للحبس؟ ها باركين دو نوي ولا صار دخلت الحبس وما تربيتش؟ التهمة الثانية يقولوا بلي كي كانت عندك قناة الخليفة كنت جايبة عقاب مولسطح في العهدة الثانية تاعو. الغراق الغراق اهضر اخويا. اعطيه 500 ولا 600 سنة. صحيت اخويا. ها سي الزجاج انا غنيت له، غنيت المولسطح ورحت له من كان في المستشفى. على تا تغني؟ واه نغني. واسمك تا؟ انا محمد خليفتي المدعو مامي. صارت مامي؟ واه ما لا تربح اخويا براءة. الحمد لله يا ربي الحمد لله، كنت عارف راحي بلي ماني دار والو، وهذه المناسبة القضائية غادي نغني لكم غنية. انت ازرق غادي نغني لك غنية تاع الزرقين. الازرق قس اواني ويا حبيبي ودي عنواني بويا حواني مغرم اختي زد سبابان. اسكت انتو جدو يرشى في الحبس، تعرف علاه؟ علاه واحد ما يشطح في العدالة. رفعت الجلسة. الغراق الغراق ارواح اخويا علاه هذا
سارة قلت لك رواح رواح. علاه تجي فينا علاه؟ حكمت عليك المحكمة 120 سنة سجن، تعرف علاها؟ علاه؟ واحد ما يدخل المحكمة بالشورت. علاه يا ربي علاه؟ تربح أخويا. أش وشيه؟ أي حكمت عليك المحكمة ب 360 سنة، تعرف علاه؟ علاه أخويا؟ أي واحد ما يتكلم مع الخليفة. عندك الحق أخويا. زيدوا لي 20 سنة من عندكم، تعرف علاه؟ علاه؟ خاطر حنا قويين. وعبد القفار، أنا أشعل أنزل أنا في ليبيا، ما لب... راه راه واد السخانات جبالة الكارية يا أمي، هذا الجو الساخن البارد طربيا في أرض ليبيا، المضيفة معنا بالأحوال اللي جاي احتفل بمناسبة موت بلعوار الإرهابي الخطير، كل شيء مبروك بالأحوال. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الحمد لله يا ربي. مات هذاك بالعور تهنينا منه، وهذاك بالعور الكلب هذاك تهنينا منه، واليوم الحمد لله راني رجعت أمير المنطقة الصناعية. يعني اللي قالته الماريكان صح، يعني ما كذبوش. الماريكان ما يكذبش، قال لك مات مات اش بيك هذا. اللي مات ودي تحياتك بهذه المناسبة. ودي تحياتي إلى شيخنا البغدادي وناس داعش واحد واحد، اللي مات مات واللي حي طفرت فيه. يا حبيب لا، يعني بهذه المناسبة سعيدة غنينا أغنية إرهابية كذا تغنيوها في العرس تاعك. قول معايا قول معايا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بصح هذي تاع الجنازة ماشي تاع العرس وحدة، فرد شطاح شطاح. اسمع لي اسمع لي. وليت أميرة وأنا مازالني صغيرة، بنت الباطي مات، بنت الباطي مات. ماشي تحيين يا اللي كنتو ماشو وماش نحيين، اللي كنتو ماشو وماش نحيين، اللي كنتو ماشو. شوف الشيخ، شوف الشيخ، والله الامريكان هذا غير كلب كبير، قالنا باللي مات. ايوا خلي الامريكان واوباما في بلاصتو، انت كلشي العجاوه انت خلقتها، المناشد الكريم هذا خلق العجاوه، علاش المجامة؟ علاش بج جغدود؟ باسكو ما بغاتهاش قالت لها عور. تبغيني انا بج جغدود؟ كشني يا سيدي، كشني وجهها. ما قلت لك الشيخ. كشني يا سيدي. والله انه قلت لك. وقت الجمل اللي بقالنا كيفاش نولي الدار انايا دركا. عبد القفار انا كذا ذكي ما شرفتي شي خدام. اسي اسمح لي نسيت ما تفهمش القباله، قلت لك حنا شي راهو يوجد في خطه، ما رانيش ما راهوش يعجب، راهو يتمتم هكذا بصمت. الجمهور الكريم مباشرة من السياسة تاع برومي نوفمبر بيتي سوزو، مع ان الرئيس الغير مخلوع ام خلو عبل، انه ما شريف حنا شي ما شريف حنا شي. واش هي الخطه اللي راك توجد فيها ضد المعارضه القويه؟ نراك لا استراتيجي نيا، هما حاربونا دفو حنا نحاربهم من لاغيير، فهمت؟ ايش الحق؟ ايش الحق حنا شي بوفوار اساسا يا الدوله يا الحقاره. صاي ما شريف، يعني انت خرجوا لك اكثر من 5000 عبد دفوا يعني، وانت ما حبيتش تبوجي ما تعرفش بهم ولا كيفاه؟ اش خرجوا خرجوا ربعة تاع القطوط ولا تاع القنينة، واش نديروا لهم؟ انا كاين كونسيل دادمينستراسيون، كاين مجلس تاديب، واحد ما زعزع حنا شي ولا واش قالوا؟ ايش الحق بوفوار اساسا ويا رزقي تتواصي تعرف هذا رزقي. لا في وجهه يبان رزقي. شو سما رزقي شو سما؟ سايت احنا شو؟ السؤال الثالث يقول لي كرون جوار كيما فرقاني كيما عبود مند خرجوا لك كاع كونتر، يعني كاع هذو ما عندهمش الحق، انت عندك الحق؟ عبود صغاق مند كذاب، يجيب بالو يروح يجيب البالو على روحه، ولا عندكم هضره؟ هما لي فان تاع المشجعين تاع هضروا معاهم تو سامبلومون. ايش الحق احنا شو؟ ايش الحق؟ يا دولة يا الحق. طوح طوح بساعة مخرى عارس شو حنا شي عفك البوفوار سلام إلا ستوتين اللي رجب مانيا أوفرت وجه بيان سور حنا شي. اي غار اي غار حنا شي سي تنطراطر ماش مو فوت لجيسكا ما مو بروبليم سي ليتا سي الكوفرنيمون ورايتي توجور تورتيريا مانيبولي اي فو اي فو لي جورناليست بوركو نوز فو نوز بلي ا شاك فوا اي غار يا دولة يا الحق راه نقطع لي فين نقطع راسيا يا دي يا دولة يا الحق راه الله البحر مليح وبارد مليح مليح والله مليح والله يا بصح الغرب بزاف الشيخ الغرب بزاف السخانه دوك هكذا راه نبرونزي انا من غنو فيا هكذا تبرونزي 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 منا احنا نبرونزي ومنا لهنا وهذا هو البحر تاعنا احنا رانا قاسمين واللي حاب يستر روحو يجي هنا اللي ما حبش يستر روحو يروح مليح
شوف اشيخ شوف شوفني الولاد يلعبوا الناس يعوموا يبرونزي شوف اشيخ شوف لا يعني احشم 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 هيا هيا نعلمك هذيك تاع الفراشه وين الفراشه عومي عومه تاع الفراشه هيا اسبح اسبح وانا من غد الله لازمني شورت لازمني شورت استر روحك استر روحك استر روحك وخر وخر انا في البحر اي برونزي خويا برونزي منا زرق منا تاني دير بومباده دير بومباده اسمع اسمع عينك تعمر عوني هذه المنطقه هذه خاصه بالناس اللي ساطرين ارواحهم راه مني انا راك هيا يا خويا علاك تخزي بيا انا ماني ساطر روحي اللي ساطر حوله وانا كولا كيفي كيفكم تحيه البحر خويا كاين بحورات بزاف هاي راني رايح دروك نسقزيتوني الله يقلع عليهم ما بنقعدش هذا البحر روح البحر من هي تاع الجاكسي روح روح الله يسهل روح الجاكسي هذا روح شنو الجاكسي شنو الجاكسي هذا الجاكسي تخبط شورت هاكا تطلع هاكا ايوا تموت على الشيرات يقول لك لك ارتيست عنده جاكسي انا خاطين على الجاكسي موطو هذا موطو الجاكسي تاعي واو الشيرات تقول لك ويا شباب عنده جاكسي ركب له خويا ركب له نقولها هي غادي نبريمي عليك نركبك بالجاكسي ايوا امشي امشي احنا ما نروحوش الجاكسي هذا خلاص انا اللي رايح بالجاكسي وراه راه اخر ما زيدش تولي الدور لهنا وراه انا نروح الجاكسي هذا الشيخ انا اسمع لي نروح ما تحشمش راه نعوم ما تحشمش ها تبع في الجاسكي هذيك ما تحشمش الجاسكي هذا غالي شويه ولا رخيص حد القلمية وأخبارها الثقافية اليوم أعزائي المشاهدين راح نرحل بكم كما ديتكم لزمن الجاهلية راح نديكم لزمن التسعينات كان واحد المسلسل ذاك الوقت دار رواج كبير ولحد الآن ما زلنا نتفكروه راح نديروه بالطريقة تاع ناس السطح اللي هو مسلسل شفيقة قلوب في صراع يا مسار يا مسار هادي غنية تاع مسلسل واحد اخر حنا رانا في مسلسل تاع شفيقة سمحوا لي صحه روح يلا غاولي يا بنتي شربي قهوتك قبل ما يجي خوك مساء الخير يا يما ايه يما شنو شربي قهوه قدامي يا ربي واش نقول للجيران واش يقولوا لي اصحابي اختو تشرب القهوه قدامه يما البارح خرجت على 12 الليل هدرت معها لا لا يا وليدي لبستي الميني هدرت معها ما قلت لي والو مين قهيوة نحي لك باباك يا خويا سمع يا خويا لالا يا خويا لالا يا خويا لالا غوزي زونك لا علاش غوزي زونك قهيوة لالا يا خويا لالا خليني نهضر يا ولدي يا صغيرة مازال ما تعرفش يما بالإفمك انت كلشي ما درتيه يا يما حياتك وانت تشربي القهيوة قدامها يما يما تشرب الأتاي جي القهيوة لالا خلاص يا وليدي اخرج برك خلاص يما يا إما العار يا إما العار واش يقولوا صحابي عطست قدام خوها تاني القهيوة وزيت عطسي قدام خوك إما إما ما دخلش روحك يا إما تعطسي قدامي تعطسي قدامي تعطسي قدامي كل شي ما درتي يا إما كل شي ما درتي يا إما يا ولدك إما هتعطس قدامها واش يقولوا الناس واش يقولوا الناس أنا نخرج من هذا الدار إما يما الله يجيب لك موت يا يما ربي ربي خيقة بو بو إيقة إيقة ربي ربي يما نكرت يما نكرت لازم نخرج من الدار لازم نهرب لازم نهرب لازم نهرب ربي ربي بعد انت هذه جانا احنا ربع على جالك نروح من الدار راني هربة يما شفيقة ما تروحيش يا بنتي شفيقة ربي قابت ربي ربي قابت أبي وش كاين هما ماتت أديقة أديقة قابت وش راه يقول هذا ما فهمتكش وش قلت أديقة قابت أديقة قابت وش قلت ما فهمتكش شفيقة هربت قول هكا من الأولى ربي قل لي شربت قهوة ما شربت راه كثير ما شربتش قهوة أصبر احذروا شخص المشبوع تصرف مريب عيطوا لنا اتونسيون فلاش 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 كازوز ليك باش 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 كازوز ليك كل الناس لا 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 اعطيك الصحه يا مدام
راكي حسنتي الاختيار، هات الفوالقة يما تلبي بهذي تاع الزمرغ، فهمت شفيها ولا؟ قلوب في صراع يا مسار يا مسار. بلا ولا وري، راك غلط ماشي تاع هذا الفيلم. سمح راه سمح. أبي 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 إيكابد إيكابد. بس كيما راك وراه التابوس يا مجرم. التابوس أنت شخص مريب رافد كيس مشبوه، هذا اللي قلت لكم عليه. علاش ما عيطولناش؟ خيس أرواح أرواح. شكون هذه؟ إيكابد. شنو؟ إيكا عبد ضرب أخوها عبد. عاود واش قلت؟ شفيقة ضرب أخوها هربت. عبد واش دخلني؟ أرواح للسجن. عبد أنا خالتي عبد بوكو عبد. شوفي يا بنتي، أنا لقيتك تطايشي في الزنق وجبتك لهذا المركز. شوفي الريح ما يقيسكش. عندنا في هذا المركز واحد كيما بابانا، أي نعيطوا له بابات الوليات. باين نتهلي فيكم، بس على حساب الشوفة عينك راهي طحت فيها الرعدة. لا لا هذه مليزت وحمة. ايه تقدري تقولي. نتهلا فيكم، انا نتهلا بزاف الوليات، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ هذا يا خداعة، حاكمي بلاستك. انا الوليات نحطهم هنا في عيني، نحطهم في يدي. اتشم كيفاه تعطسي وانا هنا يا واحد الخداعة، يا واحد الأنانية، يا نكرة الجميل. اسمحي لي راني بلاد قاشر اليوم، نكسر لك الظهر تاعك يا واحد الخداعة. اس بس حرام عليك، علاش تضرب فيهم؟ سارة دخلي روحك. انا ضربت سارة دخلي روحك يا واحد السكتي. بشرى بس بشرى هذه في مسلسل واحد اخر تاع البذرة. يا توري لي واش ندير يا خداعة. نوضو نوضو قاعد نوضو في اخرج نوضو نوضو اليوم نهتك لكم الراس تاعكم. ارواحي يا خداعة، اس ارواحي ارواحي هنا بشرى. لا لا خليها هي جديدة، خليها. روحي 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 اضربنا حنايا. السكتي السكتي، راني نسيت الفاليزة. الفاليزة مسلسل واحد اخر. يا ارواحي يا واحد توري لي واش ندير. ارواحي يا خد ارواحي. شفيقة شفيقة بركة ما تبكي. سليم راني وليت عندك، على بالك بلي نحبك. انا حاوزت يما على جالك، حاوزتها على وانت تاني قرعتيها. قالوا لك ما تشربيش القهوه وتاني تشربي شربي لاتاي شربي الجو. سالم ربي بعتك ليا، راك راجل فيك تافيه. سالم ما تغلينيش يا سالم تاعي. بين حبك نروح، انا نروح دوكا. بركاي بركاي، على بالك نورمالمون هنا نعنقك، بصح على بالي بلي في التلفزيون يكوبيوها ما يديوهاش. على بالي شفيقه. يما خويا يا سالم عندك الزهر، ما لقيتك تشربي في القهوه. اتشل ها يا شفيقه قرعتيها بالعطيس تاعك. عجايمي ارواح ارواح ارواح. مازالها تعطس، مازال كي تعطس يا يا خداع يا انانية. ما تحشميش اتشل. والله رجب لي ربي عطس، والله قاطيني. صار تعطس قدامي يا ايقا الكلب. ارواح بيقة ولا ميقة ولا سيقة. أرواح أضرب جدو يا خداع. أرواح أنا عذبوه، اليوم نطقبق لك راسك اليوم. اضربوه ما تخلوش يروح هذاك الخداع تاع بيقة. وانتم نقولكم الله يبعد الشكارة اللي فسدت سياسة البلاد. أكسب عجب لي ربي عطسة. عمي جايمي بشرى كل شيء ما داروا بيقة. اضربوه وراه يا بيقة. بعد عليه بيقة بعد عليه بعد بعد